انا كنقول له بلي هاد الشيء الناس ديالهم على الارض هذه هذا لا يعقل. انا كنملك ونقول العون قضائي، العون قضائي ما جانيش لهنا، جاني للدار، بعد جاني للدار منين قال لي لاكارت ديال قلت له شكون انت؟ قال انا عون قضائي. كلام اخر هذا قال لي هاد الدار ديال من؟ علاش عندي الارض هنا؟ قال لي هاد الدار ديال من؟ قلت له ديالي. قال لي انت منين جاتك؟ قلت له ديال المحل ديالي. قال لي ماشي ديال العراقي والعمراني والحلو. قلت له لا. قال لي شكون اللي خلاك هنا؟ قال لي الوالد ديالك كان ساكن عند العراقي والعمراني والحلو. قلت له لا 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 يمكن هاد الشيء هذا. قال لي ولكن هاد الارض اش ملت فيها انت؟ عندي التصرف كبير زيد هنا. جبت ثلاثة ديال الوراق، سي سي كاين الحلو والعمراني والعراقي. ما قال لي هذا الكلام هذا. قلت له واودي انت شكون انت؟ قال لي انا مقيد قضائي. قلت له انا هاد الناس هذو ما كنعرفهمش، ملي تعرفوني يجيبوا الحجج ديالهم. قال السيد المقيد قضائي عطيني لا كارت. ما هي؟ غادي نعطي لي لا. قال لا لا ما عطيتش شي حاجه. لا والو ولا المحل ديالي انا ولا الدار ديالنا الدار ديال جدودي وانا زايد هنا ولا كيف شي واحد يعطينا كونترا يعطينا كونترا هذا باش نسكني انا ولا نسكن باك. جدك هو انا جد جدك هكا لا جدي وين باك؟ وين باك هنايا؟ وباك دابا يكون عنده 105 ولا 106 او 110. انت خلق هنا ولا خلق هنا؟ انا خلق هنا ولا عندي 46 سنه. عمرك تاوبا خالتين هنايا كلشي خالق كلشي خالق هنا ماتوا الله يرحمهم انا خالتي ما كانش منازع عمرك ما عنديش انا شي منازع انا ما عنديش المنازع بعد عندي لو كان عندي لاكارت ساكن عند دوك الناس لو كان عندي في لاكارت بلا انا عزاب عند فلان 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 فلاني هكذا ولكن انا ما عنديش في لاكارت بلا عزاب عند الحلو ولا عند العراقي ولا عند العمراني باش كيلتزمني ونعمل باش كنصوم الكواخ ديالي شهاده حضاريه وشهاده من وزاره الاوقاف ما كاينش منازع كاين ما عندش منازع كاين ازالي هذا هو المشكل هذا هو المشكل اي صافي كاين شي واحد كاين ازالي انت يا تسكير لقيت لقيت الوالد ديالي كيكلم معايا تبع انا جيت انا وليت مازال كنتبع معاه داك الشيء شحال هادي كنعرفو غير هو محمد هو اللي كنعرفو اللي كنخلصو ما عمر شي واحد نزعكو ما عمر شي واحد نزعكو واحد ولا شي حاجه شي واحد كنعرفو الجمهور سياساتو كياخذها الله يعاون الله يعاون حنا هنايا الارض كنعرفها ديال بابا محمد على حساب انايا كيخلع حيت هنا كنخلصو هو كنعرفو هو خوتي كاع اللي هما زايدين عليا كيعرفوا با محمد مول الارض شي حاجه اخرى. نعم سيدي. سيدي 40 عام وانا ساكن هنا ملي كنا دريت باش بنا كنعرفوا هذا السيد هذا محمد هذا هو اللي كيقابل هذا البلاد وكيعرفها وخوته كلهم هنا ماتوا كنعرفهم انا وامه كلهم هنا ماتوا بقي الله ما كنعرفوش شي واحد اللي جا كنعرفنا غير شي واحد اللي جا سقط الزيتون ولا دكوا على البلاد ولا هذا نقولوا جا شي واحد ما عمرنا شفنا شي واحد. الزيتون هو اللي كيكري هو اللي كيسقطوا هو اللي كي هو اللي كيشتغلها هو اللي كي كل شيء. جزاك الله. كاين شي واحد اللي شفنا عمرنا شفنا شي واحد هنا في العام هذا راه عندنا فوق دابا راه عندي عليه 60 عام في العمر ديالي ما عمر شي واحد جا لهنا ما عدا سيدي كيعرفها وكيشتغلها اليوم هذا. شكرا. الارض هذه نعم عام 1968 الله يجعل البركه محمد ساس بوريكا في عمره هو اللي كيعطي الحق للمسكين والعفريت
وهذا بوشة البهجة، بوشة البهجة هو اللي كنعطيه الزيتون كيقابلوا لي بالنص، بالنص كياخذ النص ديالو وانا كناخذ النص ديالي، وكيشدو هو ولادو. انا راه ماشي مشلل، انا راني مريض، عندي فيا الروماتيز تقريبا 14 عام او 13 عام باش مريض انا بالروماتيز. لو كان انا صحيح ما نعطيها حتى لواحد، ولكن انا يعني مريض كنعطيها بالنص. شكرا. والحكومة ديال الأساس الملك المغرب بوريكا في عمرو هو اللي يعطينا حقنا. شكرا. عاش الملك، عاش الملك. الله ينصرو.